بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. المراد بالقيام هنا الصلاة الموعود عليها بالغفران. سميت الصلاة قياما ببعض أركانها كما تسمى ركوعا، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، وتسمى سجودا أيضا، قال الله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كل هذه الألفاظ الثلاثة يراد بها الصلاة، وقوموا لله قانتين هذه يراد بها القيام في الصلاة، والسجود كذلك، والركوع كذلك، يعبر عن الشيء الكامل ببعض أجزائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خدمه الصحابي رضي الله عنه وكان يسهر معه وينتظر خروجه للوضوء ليساعده على ذلك، فأعجب صلى الله عليه وسلم بحسن فعله وجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلني. وكان الرجل من أهل الصفة، لا مال له ولا زوج ولا ولد رضي الله عنه، فتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه يسأل دارا أو يسأل زوجا أو يسأل مالا أو نحو ذلك، فقال: أمهلني يا رسول الله. فطلب المهلة من النبي صلى الله عليه وسلم ليفكر في ماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عزم على ذلك جاء وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، ما يسأل دنيا ولا مالا ولا بيتا ولا أرضا ولا عقارا، وإنما يسأل ثواب الآخرة خير له. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ ما توقع عليه الصلاة والسلام أنه يدرك هذا السؤال. قال: هو ذاك، غير ما أريد، دنيا ما أريد. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، لأن المرء أحيانا يعين والديه بدعائهم له، يعين إخوانه المسلمين بدعائهم له، يعين من يستعين به، لكنه أحيانا يكون كسلان ويضيع الوقت ولا يستفيد، ومهما دعي له بالخير فإنه ليس أهلا لذلك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة الصلاة. فالصلاة مما يعين المرأة على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. نعم. ولعل التسمية جاءت مطابقة لما تمتاز به من كثرة القراءة وإطالة القيام فيها. فضل قيام الليل. عبر عن الصلاة كلها بالقيام، لأن القيام من أهم أركان الصلاة. القيام من أهم أركان الصلاة، وكثرة القراءة من أهم أركان الصلاة، فهي تستجيب، وهو يستجيب لذلك، يكثر الصلاة ويعين على النبي، ويعين النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه له بالتوفيق والسداد إذا كان كثير الصلاة والقيام. نعم. فضل قيام الليل. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليلا من الليل يهجعونه ينامونه، والأكثر يقوم الليل، أكثر يقوم الليل. كانوا قليلا من الليل الذي ينامون فيه. نعم. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. امتدح الله جل وعلا هؤلاء الخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقوم من المضجع مع اشتياقه له ورغبته فيه، لكن يريد ثواب الله، فهو يفضل القيام على النوم والراحة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، ولا ينبغي له أن يغلب جانبا على جانب، لأنه إذا غلب الخوف قنط، وإذا غرب الرجاء استأمن من مكر الله. ويجب على المؤمن أن يكون خائفا راجيا، خائفا عذاب الله جل وعلا ونقمته، راجيا رحمته ومغفرته، يكون بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء رحمهم الله: يحسن بالمسلم أن يغلب جانب الخوف على الصحة، لأنه إذا خاف من عذاب الله اجتهد في العمل وعمل صالحا وعمل وأكثر، وهو قادر على العمل. أما في حالة المرض، إذا مرض العبد فعليه أن يغلب جانب الرجاء، يعني يكون الرجاء عنده أكثر لئلا يصيبه القنوط. نعم. ويكونان عند المسلم كجناحي الطائر. نعم. وجاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يحث عبد الله بن عمرو بن العاص العابد الزاهد من الصحابة رضي الله عنهم، من شباب الصحابة العباد رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المستطيع على قيام الليل، فقال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. فلان لابد أنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن الرواة تركوا قالوا فلان لئلا يفتضح. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فالمرء إذا أقبل على الطاعة يحسن أن يستمر فيها ولا ينزع، بخلاف من إذا أقبل على الطاعة نزع وتركها، فإن هذا يضره، لأن كونه يعمل صالحا ثم يترك العمل الصالح هذا زهدا في الخير وعدم رغبة فيه. والله جل وعلا يحب من العامل أن يكون عمله ديمة، يعني مستمر. أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. نعم. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر العالم من علماء اليهود رضي الله عنه، أسلم وآمن بالله ورسوله رضي الله عنه، وهو من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه. يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس ينظرون إليه، ما هذا النبي الذي قدم، فانجفلت مع من انجفل، ما هم دربوا دربهم يركض وراهم. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرفت لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، لأن اليهود عليهم لعائن الله يقول: هذا كذاب، ما هو رسول، هذا كذاب، وهم يعرفون صدقه وأمانته ويشهدون بصدقه، لكن جحدا وعنادا وبخلا
بأن يمنحه الله الرسالة. فاليهود يكذبونه. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلما رأيت وجهه قبل أن يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا وجه منور، وجه مسفر، وجه فيه خير. وهكذا يعرف المؤمن من الفاجر والفاسق، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا أكثروا السلام، يعني لا ذق الواحد منكم أخاه يسلم عليه لو هو توم فارزه ما يصبر عن السلام، أفشوا السلام وصلوا للأرحام، أطعموا الطعام، أطعم الطعام الجائع سواء كان غنيا أو فقيرا. إطعام الطعام يختلف عن الصدقة، الصدقة لا تحل إلا للفقير، لكن إطعام الطعام يجوز أن تعطيه للغني ويكون لك في ذلك أجر عظيم. أطعم الطعام، أكثر من إطعام الطعام، لأن الطعام يحتاجه الإنسان حاليا، قد يكون عنده ملايين الريالات والدراهم والدنانير لكن ما يستطيع أن يحصل على شيء، فهو بحاجة وجوع وشدة. أطعم الطعام وصلوا للأرحام. يقول لي أحد الإخوة إنه كان في المسجد الحرام 3 أيام ما ذاق شيئا إلا الماء، ما زمزم. فقلت له: ولم يا أخي، المسجد الحرام مليء بالطعام. قال: ما حد عطاني شيء، وأنا أستحي أن أسأل، ما حد عرض علي شيء من الطعام، وأبيت لا قهوة ولا غيره، وتركوني فتركتهم 3 أيام ما ذقت شيئا، لأني ضيعت أخوياي، ضيعت بيتنا، ولدي وين أروح، وقلت مالي إلا المسجد الحرام. فمكثت في المسجد الحرام 3 أيام لم أذق طعاما. يرونه الناس ذا هيئة ووقار، فما يدعونه ولا يعزمونه ولا يقول: خذ تمر، خذ كذا، خذ كذا، لا. فيقول هذا: فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على عرض الطعام على من يريده، غنيا كان أو فقيرا، نعرض عليه، إن أخذ فبها ونعمت، ما أخذ كيفه. ما نقول: لا هذا يجيه طعامه، ولا هذا كذا، ولا هذا عياله عنده، ولا كذا، ولا نحو ذلك، لا. نعرض الطعام على من رأيناه حولنا حال الإفطار أو حال السحور أو نحو ذلك. وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. المرء عليه أن يصل رحمه، يصلهم وإن قطعوه. وصلوا بالليل والناس نيام، يعني أن الإنسان يذكر الله جل وعلا ويصلي ويقرأ القرآن حال نوم الغافلين، نوم المعرضين. المرء يحرص على هذا. هذه كلمات عظيمة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أول قدومه للمدينة، أول ما قدم للمدينة قال هذا القول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. ما جزاء هذه الأربع؟ تدخل الجنة بسلام بدون تعب ولا مشقة. نعم. نعم. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. هذا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا للأمة يغتنموها ويسأل الله فيها الخير والسعة والصحة والأمان: إن في الليل ساعة، إن في الليل ساعة، وجاء أنها وقت السحر قبيل أذان الفجر،
لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وهكذا ينبغي للمؤمن أن لا يفوت على نفسه هذه الساعة، يحرص على أن يقوم لها ويسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة ما يسأل الله جل وعلا، ما هو محصور بسؤاله ما ينفعه في الآخرة ولا في الدنيا، وإنما يسأل الله جل وعلا الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ويكثر من الإلحاح على الله جل وعلا حينما ينادي ربنا جل وعلا: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ قل أنا يا ربي أسألك كذا وكذا، واسأل الله جل وعلا يوفقك في الدنيا والآخرة. نعم. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، فهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. هذا في سنن الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل، يحث الأمة على قيام الليل، على صلاة الليل في رمضان وفي غيره، ولا يكن قيامه محصورا في رمضان، لكنها تشرع الجماعة في رمضان وما عدا رمضان، فلا ينبغي أن تصلى جماعة إلا نادرا، يعني بعض الأحيان لا بأس، لو يجتمع جماعة مثلا في مكان ما ويقول أحد من إخواني: هلما نصلي ما كتب الله لنا قبل أن نتفرق، هذا حسن، استحسنه العلماء رحمه الله، بخلاف ما لو شرعت صلاة الجماعة ليلا في أحد المساجد، هذا يعتبر بدعة، لو شرعوها وقالوا المسجد الفلاني يقوم الليل دائما كل السنة والمساجد الأخرى ما تقوم، نقول هذا لا يجوز، إنما إذا كان بعض الأحيان إذا اجتمع جماعة الخيار وتحدثوا وتقهووا وتعشوا وكذا وكذا وأرادوا أن يتفرقوا، قال أحدهم لإخواني: دعونا نصلي ما كتب الله لنا نختم به مجلسنا هذا، فهذا حسن منهم وهو طيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، يحرص عليه المؤمن المسلم، يحرص على قيام الليل سواء كان في رمضان أو في غيره، فإنه دأب الصالحين قبلكم، هو مهمة الصالحين وهو دأبهم وأكثر عملهم، وهم يحرصون عليه، الصلحاء يحرصون على قيام الليل، وهو قربة إلى ربكم، يتقرب المؤمن به إلى الله جل وعلا: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فهو قربة للمسلم عند ربه جل وعلا، ومكفرة للسيئات، يغفر الله جل وعلا بقيام الليل السيئات، ومنهات عن الإثم. فالجدير بمن يقوم الليل أن يبتعد عن الآثام، يبتعد عن السب والغيبة والنميمة، ولا يتكلم في المسلمين، ويدعو لهم بالتوفيق، ويحرص على طاعة الله جل وعلا، ما يفسد عمله، يعني يحميه الله جل وعلا بمحبته له عن الإثم، يمنعه من الإثم جل وعلا، ويكون عنده رغبة وبعد عن التعرض للناس والإثم. والآيات والأحاديث والآثار في فضل قيام الليل والحث عليه كثيرة معروفة ولله الحمد. قيام الآيات التي في قيام الليل كثيرة في القرآن: يا أيها قل من الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، وهكذا، فهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة.
والآيات والأحاديث في حثه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل كثيرة، والآثار عن الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم، وأنه منهات عن الإثم ومقرب إلى الله جل وعلا، وحري بأن يدعو فيستجاب له. يروى أن يعقوب عليه السلام لما طلب منه بنوه أن يستغفر لهم لما فعلوه نحو أخيهم يوسف قال نعم، وأخر دعوته إلى السحر لأنه أحرى للقبول، فأحرى للقبول العبد إذا دعا في السحر. نعم. قيام رمضان. والمراد بالقيام هنا صلاة التراويح لما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع الناس أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادونه فقال أما إنه لم يخف علي أمركم ولكني خشيت أن تكتب عليكم. زاد البخاري في رواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل باستمرار في رمضان وفي غيره، وفي إحدى الليالي من ليالي رمضان خرج إلى المسجد فصلى عليه الصلاة والسلام، فمن المسجد يقتدي به صلى بصلاته. ثم تعالم ولما أصبحوا إن صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، فجاء أكثر، ثم لما انتشر الخبر جاءوا أكثر في الليلة الثالثة والرابعة، فلم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، وجعل كل واحد يصلي وحده ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يحصبون الباب، بعضهم حلت على الباب حصى يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدري عنه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يتنحنح وبعضهم يتكلم وبعضهم كذا، يبون الرسول يخرج عليهم لأن هي أمنيتهم وهي أغلى ما عليهم أن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج عليهم إلا لصلاة الفجر. فلما سلم من صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس ما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة، ما أدري عنكم لكني خشيت أن أخرج إليكم وتصلونها فتكتب عليكم، وأنا ما أود أن يفرض عليكم شيء يشق عليكم، وقيام الليل شاق فأخشى أن يفرض عليكم ويشق عليكم، وإنما يبقى نفل طاعة لله. من أراد التمكن من عبادة الله جل وعلا والاهتمام بذلك فالليل مفتوح، الوقت كله صالح له، ومن أراد أن ينام فلينام عليه الصلاة والسلام. كل هذا من باب الشفقة على أمته، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يترك العمل أو يقول يا ليت لي تركته من أجل الأمة خشية أن يفرض عليهم ويشق عليهم. خرج من عند عائشة رضي الله عنها وهو مسرور، فتحت له الكعبة ودخل وصلى فيها، فلما خرج صلى الله عليه وسلم تندم كيف أنه يدخل الكعبة، وعاد إلى عائشة وهو كئيب حزين، قالت ما لك يا رسول الله خرجت من عندي مسرور والآن رجعت وأنت كئيب لما؟ قال يا عائشة إني دخلت الكعبة وأخشى أني حرجت أمتي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام، أخشى إني حرجت أمتي، يعني يصيبها الحرج، يصير الواحد منا يحب أن يدخل الكعبة ما يحصل له فيتحرج، ويقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وهكذا ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ومع كل وضوء. فهو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يترك العمل خشية أن يشق
على الأمة رضي عليه الصلاة والسلام في مرضية ذلك العمل. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني صلى بهم 3 ليال أو ليلتين وتأخر بعد هذا. وأخرج النسائي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري الجزم بأن الليلة التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الليلة الرابعة. هي الليلة الرابعة، أما الثالثة خرج، خرج الأولى والثانية والثالثة والرابعة لم يخرج. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كان 5 قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يعني نصف الليل. فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة. فلما كان الليلة الثالثة جمع أهله والناس وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال الراوي: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. هذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، بقي 7 ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم قام بنا ليلة 5، لما بقي 5 يعني ليلة 25، قام بنا حتى ذهب شطر الليل نصف الليل. فقلت: يا رسول الله ليتك نفلتنا بقية ليلتنا هذا، يعني توضأت علينا بالصلاة فيها كلها. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه البشارة له وللأمة بعده، قال: أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيحسن بالمسلم إذا قام مع الإمام في صلاة التراويح ألا ينصرف قبله. بعض الإخوة يجهل، إذا بقي الوتر قال انصرف وأصلي الوتر آخر الليل أو أصلي آخر الليل، نقول لا، أحسن صلي الوتر وتشفع الوتر بركعة، يكون ركعتين، ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام، سواء كان الإمام واحد أو أكثر من واحد. لو كانوا أكثر من واحد هما ينصرف حتى ينصرف الاثنين معا، لأنهما بمثابة صلاة واحدة وإمام واحد. أما إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، هذا فضل من الله وإحسان. فلما كانت الليلة الثالثة ليلة 27 جمع أهله والناس وصلى بهم حتى تخوفنا الفلاح. يقول: صلى بنا ليلة 27 إلى قرب طلوع الفجر حتى قلنا يمدينا نسحر أو ما يمدينا نسحر، فاتنا السحور، رضي الله عن الصحابة أجمعين، حتى خشينا الفلاح. يقول الراوي: قلت لمن خبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصحابة حتى خشينا الفلاح، ما هذا الفلاح الذي خشيتموه؟ قال: السحور. السحور فلاح. نعم. قال ابن عبد البر: وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحضه عليه وعمله به. وإن عمر رضي الله عنه إنما أحيا منه ما قد سن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين قيام الليل ولم يؤكد عليهم ولم يأمرهم به أمرا جازما، ثم لما خشي أن يفرض عليهم تركه لهم، تركهم، خلاهم كل واحد يقوم لحاله. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتولى بعده أبو بكر
صار الناس يصلون أوزاعا، كل يصلي لنفسه. لما كان عمر رضي الله عنه دخل مع أحد التابعين إلى المسجد الحرام، إلى المسجد سواء الحرام أو المدينة، فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني كل 4، 5، 6، 10 يصلون مع إمام لهم، يصطفون واحد من طلبة العلم من حفاظ القرآن يقول صل بنا، فيصلون أوزاعا. فقال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد كان خير. ثم جمعهم رضي الله عنه وأمر بذلك، فدخل في الليلة الثانية وإذا هم كلهم صف واحد، أعجب بهذا، قال نعمة البدعة هذا، وهذه ليست بدعة وإنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تسمى في البدعة عرفا أنها لم تكن موجودة من قبل، وإنما أوجدها عمر بعد رضي الله عنه بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن أنها لا يمكن أن تفرض لأنه خلاص انتهت الفرائض بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعمة البدعة هذا، فهذه ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية، ولا حاشا عمر عن البدعة رضي الله عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعمر رضي الله عنه بعيد كل البعد عن البدع، لأن الله جل وعلا أثنى عليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما سلك الشيطان عمر فجا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر بالطريق رضي الله عنه، رضي الله عن عمر يخاف من الشيطان، وهو مهاب وقوي رضي الله عنه. فيحث الناس على الصلاة في الليل بجمعهم تحت إمام واحد، وهذا في رمضان خاصة. نعم. فقال العراقي في طرح التثريب استدل بحديث عائشة على أن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في مسجد في جماعة، لكونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنما تركه لمعنى قد أمن بوفاته صلى الله عليه وسلم، وهو خشية الافتراض. أمن بوفاته يعني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما يخشى أن يفرض شيء لم يكن مفروضا من قبل. وهذا مذهب جمهور علماء المسلمين، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وصار من الشعائر الظاهرة. عدد الركعات، قال العراقي لم تبين في هذا الحديث، لم تبين أي عائشة، لم تبين في هذا الحديث رضي الله عنها عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليالي في المسجد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، رواه البخاري. فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل. عائشة رضي الله عنها لم تبين كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكنها بينت في حديث آخر قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في قيام الليل من لا في رمضان ولا في غيره، يعني ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قد تكون الركعة يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام البقرة والنساء وآل عمران كلها يقرأها في ركعة، والركعة الثانية قريب منها، وهكذا. فالمسلم مأمور بقيام الليل استحبابا، والركعات
والطول والقصر هذا راجع إليه، لا حرج عليه في ذلك، إن أطال القراءة وأكثر يقلل العدد الركعات، وإن خفف القراءة والركوع والسجود كثر عدد الركعات. فروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قام الليل كله في ركعة واحدة، دخل بعد صلاة العشاء الحجر، يقول الراوي ما رأيت يسجد إلا في سجدات التلاوة، صف رضي الله عنه وما سجد إلا في سجدات التلاوة حتى ختم القرآن كله وركع وسلم، ثم ذهب ورأيته فعلمت أنه عثمان، كان دخل الحجر مقنع ما يبي حديث عنه رضي الله عنه، فلما رأيت عرفت أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، قام الليل كله في ركعة واحدة ولا حرج على المسلم في هذا. وهو عليه الصلاة والسلام ما حدد للمسلم القراءة ولا حدد له الركوع والسجود، فالمرء بالخيار، إن شاء أكثر القراءة وأطال الركوع والسجود، وإن شاء قصر القراءة وأكثر الركعات، المرء راجع إلى نفسه وما يشتاق إليه. وكذلك جماعة المسجد يلاحظهم الإمام إن أحبوا أكثر كثر القراءة أكثر القراءة وقلل عدد الركعات، وإن أحبوا كثرة القراءة كثرة الركعات أخفوا إليهم من الإطالة، فلهم ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام غالبا لا يزيد على 11 ركعة، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يصلي 4 ركعات، ركعتين وركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعتين وركعتين، ثم يصلي 3 يوتر بها، هكذا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقلل القراءة فيقرأ نصف وجه أو آيتين أو 3 آيات أو قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، لا، ما يليق بهذا، وإنما يقرأ ويطيل، يقرأ ويطيل عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن عمر، لكن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة غير الوتر وهو 3 ركعات، وبهذا أخذ الأئمة، جعل عمر رضي الله عنه إمامين تميم الداري وأبي بن كعب، نعم، كل واحد يصلي بعض الصلوات، صلى بهم عشرين ركعة غير الوتر وهو 3 ركعات، وبهذا أخذ الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والجمهور. وأما مالك فكان يصلي 36 ركعة رحمه الله. قال ابن عبد البر هو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا، وعدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع. زمن عمر قام بالناس 23 ركعة، هذا قول، والقول الآخر أنه حتى عمر قام بالناس وأمر الناس بالصلاة 11 ركعة كما سيأتينا في الكتاب الآخر إن شاء الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن نفس قيام رمضان لم يؤقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، بل كان هو لا يزيد على 13 ركعة، لكن يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب يصلي بهم 20 ركعة ثم يوترون ب3، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، فحينئذ فله أن يصلي 20 ركعة كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصليها 11
فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو تقصيره، والأفضل أن يكون بحسب اختلاف حال المصلين. فإن كان منهم احتمال احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها فهو أفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، ولا يكره شيء من ذلك. عليه العمل، وعليه العمل بالحرمين الشريفين. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: ذهب أكثر أهل العلم كالأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن صلاة التراويح 20 ركعة، لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ركعة، وكان هذا بحضور الصحابة فكان كالإجماع، وعليه عمل الناس، فلا ينبغي الإنكار عليهم، بل يتركون على ما هم عليه، والله الموفق. يعني لا يجوز للمسلم أن يقول إن هؤلاء يصلون 23 ركعة وهو خلاف السنة، هذه بدعة. لا، نقول هذا قيام الليل، ما في بدعة، قيام الليل. إن قمت الليل بركعة واحدة أو قمت بثلاث ركعات أو قمت بخمس أو قمت بسبع، أنت بالخيار لله الحمد. لكن شوف الوقت اللي عندك، إن كان الوقت وسيح فأنت أكثر القراءة والركوع والسجود، وإن كان الوقت قليل فقلل القراءة والركوع والسجود، وهكذا. هذا الكتاب الذي معنا توضيح الأحكام ببلوغ المرام. يقول عمر رضي الله عنه: جمع الناس على أبي بن كعب 23 ركعة، وهذا الكتاب الآخر يقول: جمع عمر الناس على 13 ركعة، وهو الذي اختاره جمع من العلماء، ويقول هو الذي رآه وحسنه الألباني رحمه الله. فعلينا أن ننظر في هذا. الوجه الثالث: تقدم في باب صلاة التطوع أن السنة في قيام رمضان أن يكون بإحدى عشرة ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. 4 بسلامين و4 بسلامين على الصحيح، وقيل 4 بسلام واحد و4 بسلام واحد، لكن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه لا يستحب الزيادة على ركعتين إلا في الوتر إذا أوتر 3 أو 5 أو 7 أو 9. نعم. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعوها الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. قال محمد بن نصر المروزي في بيان أفضلية ذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب المروزي هذا رحمه الله له كتاب خاص في قيام الليل المروزي. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى، فاخترنا ما اختار هو لأمته، وأجزنا فعل من اقتدى به، ففعل مثل فعله، إذ لم يروى عنه نهي عن ذلك، بل قد روي عنه أنه قال: من شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. وظاهر حديثها الأول أنه يصلي 4 بتسليم واحد، لكنه ليس بصريح في ذلك، بل يحتمل أنه يصليها مفصولة لقولها: يسلم من كل ركعتين. وقد تقدم هذا في التطوع، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة، وقد تكون الركعتان الزائدتان على عباس يخالف حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير على 11 ركعة. وحديث ابن عباس يقول: كان يصلي 13 ركعة. الركعتين هذه ما هي؟ يحلل المؤلف رحمه الله في بيان هاتين الركعتين، قال: لعلهن تراتبة العشاء، أو لعلها الركعتان التي يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. وكانت خفيفة، كان عليه الصلاة والسلام إذا قام لصلاة الليل يخفف الصلاة ركعتين، يخففهما كالاستفتاح لقيام الليل. وهكذا ينبغي للمسلم إذا قام لقيام الليل أن يصلي ركعتين خفيفتين أولا، ثم يصلي بعد ذلك 11 ركعة على حسب طولها وقصرها. نعم. فقد تكون الركعتان الزائدتان على 11 ما كان يفتتح به صلاة الليل، كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي ساقه مسلم بعد هذا الحديث، أو سنة العشاء، والله أعلم. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقومان للناس 11 ركعة. وأما ما ورد أن الناس على عهد عمر كانوا يصلون 23 فهو ضعيف لا تقوم به حجة، لوجوه ليس هذا محلها ولا متمسك فيه لمن ينتصر لهذا العدد. لكن رحمه الله أن الناس يعني قالوا عن عمر، وعمر ما يمكن يزيد عن الصلاة التي كان الرسول يصليها، وما كما ذكر ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كذلك. فعلينا أن نتحقق من هذا، نرجع إلى كتاب الألباني في التراويح، ما ندري ماذا ذكر، وتتأكد من ذلك، علشان ما نقول إن عمر جمع الناس على 23، إذا كان جمعهم على 11 أو جمعهم على 23 نتأكد من ذلك. نعم. كنا قبل نقول جمع عمر 23، لكن كتاب الفوزان وفقه الله يقول لا، عمر جمعهم على 11 ركعة، وذكر وحال ذلك إلى الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه صلاة التراويح نظرا. لكن من يفتي من أهل العلم بالثلاث والعشرين يستدل بما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل لم يحدد عددا معينا، مع أن المقام مقام بيان، وهذا الاستدلال لا بأس به، لكن الأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها وعمل بها أصحابه من بعده، ومنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أفهم منا لنصوص الشرع وأكثر إدراكا لمقاصده، فجمع الناس على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده، وهو إحدى عشر ركعة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ولم يجتهد في استنباط ما زاد على هذا العدد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالاستدلال على 11 بفعله صلى الله عليه وسلم أقوى من الاستدلال على 23 بهذا الحديث أو غيره من العمومات. لكن أيها الإخوان، نرجع إلى المصادر الشرعية الطويلة الموسطة لنرى هل عمر جمع الناس على 23 أو جمعهم على 11 ركعة. والشيخ هنا يقول جمعهم على 11 ركعة، والسابق البسام رحمه الله والشيخ محمد إبراهيم وغيرهم يقولون جمعهم على 23 ركعة. علينا أن نتأكد من هذا ليصبح عندنا يقين فعل عمر رضي الله عنه، لأن اقتداءنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، مع
قول عمر رضي الله عنه إنه كان لا يزيد في رمضان على 11 ركعة هذا حسن، ونتأكد من هذا في المراجع. من وجد شيئا فليعرضه علي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم. ولكن من زاد على 11 ركعة فهو مأجور إن شاء الله حسب نيته. يعني ما نمنع زيادة، لكن نقول اقتصار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. ما نمنع الزيادة على 13 ركعة ولا 15 ركعة ولا 20 ركعة ولا 36 كما هو مذهب مالك رحمه الله. كانوا مالكية يصلون 26 ركعة ويوترون بواحدة، 27 ركعة رحمة الله عليه. وهكذا فقيام الليل مفتوح والحمد لله، لكن أيها التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما تقدم لنا عثمان رضي الله عنه قام الليل كله في ركعة واحدة، وكثير من السلف بعده أخذوا بسنة عثمان رضي الله عنه قاموا الليل كله بركعة واحدة. لكن من زاد على 11 ركعة فهو مأجور إن شاء الله حسب نيته وقصده، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.